محافظة عراقية لها حدود مع أكثر من دولة. قالت هوك صفر. أنت قلتي الأنبار والأنبار صح. صح. نعم. 32 نقطة. السؤال الثاني: مرقة لا يفضلها، أي مرق، مرقة لا يفضلها كثير من الناس. قال الشجر وصح. 30 نقطة. أنت قلت القرع مو؟ نعم. القرع. والقرع خطأ. احنا نسميه ماركة قرع، هاي هي نفس الشجر. قرع جبل يا تمام. لو قال لك قرنابيط مثلا، هو جت ببالي تقول القرنابيط، قال طلعت قرع. مرقة بوتيتا. تمام. يعني انا الشجر والبوتيتا ما احبها حقيقة، بس الشجر قلت لك اكو اكله فقط او طبخه قصدي للشجر طيبه، اللي هي تصير ويا شويه ويا الدجاج وتصير صفرة. تبسي؟ لا لا لا، التبسي التبسي ذاك ويا 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 باذنجان الاسود. السؤال الثالث كان باللهجه العراقيه بمعنى لا تهتم. قال لا دير بال، لا دير بال، هو طبعا طلعت لا تدير بالك، لا تدير بال. 31 نقطة أخذ. أنت قلتي لا تضوج. صح. 20 نقطة. أنا فقط التعليق على لا تدير بالك. لا تدير بالك. هنا أنا إيه لا تدير بال. لا تدير بال. أما عندما نبه واحد يقول لا تدير بالك، أما تجي لا يلغي الكاف. تمام. فما يصير لا تدير بالك، يصير لا تدير بال. أيوة. ولا تضوج. لا تضوج. لا تنقهر. والسؤال الرابع كان مطربة كويتية، قال نوال. تمام. نوال الكويتية. 32 نقطة. انت قلتي شمس. شمس الكويتية. يا شمس. شمس الكويتية. هي شمس الكويتية حلوة وفنانة يعني شاملة، يبدو تغني وتأدي رقصات وما اعرف شو تسوي، بس خلينا نشوف شمس. شمس. إذن السؤال الخامس كان ما طلعها بعده. خمسة مكان السؤال وبعد يلا. ثاني والثاني. ثاني 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 ثاني. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، المشاركين قاموا يدورون على توني قبلي. هاي قوية، هاي قوية. وين توني؟ أنت كملت. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا نقول لعائلة آل حمادة مبارك لهم هذا الفوز. مبارك. وين توني هسه؟ توني 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 توني. شكرا توني. مبارك لآل حماد حمادة هذا الفوز.